إذا كنت من عشاق الورود وباقات الورود وحاب تتعرف على شروط وتنسيقها، تابع معنا الفيديو. أهلا وسهلا فيكم على قناتنا زينة بلانت. كثير من الناس بيسألونا هل تنسيق الورود وباقات الورود لها قواعد؟ الجواب أكيد وسهل وبسيط. رح نتعرف في هذا الفيديو على ماذا نحتاج لتنسيق باقات الورود بشكل سهل وبسيط للناس المبتدئين بالموضوع. الآن أول فكرة من الأفكار أنه يجب اختيار الورود بعناية، بحيث أن تكون هذه الورود متناسقة، باقة متناسقة. حتى الألوان التي يجب أن تختارها يجب أن تكون تتناسب مع ديكور المكان الذي ستضع فيه الورود. الفكرة الثانية، يجب أن نقوم بتقليم سيقان الورود وتجهيزها بحيث تكون جاهزة للترتيب، وقد يتطلب ذلك إزالة الأوراق الزائدة والأزهار المتضررة والأوراق الصفراء والتخلص منها. بعد هيك يجب علينا أن نختار وعاء مناسب للباقة. يمكن أن يكون هذا الوعاء خشبي مثلا، أو يجب أن يكون بسيط، أو الشرط المشروط هي يكون بسيط، قد يكون من الزجاج، قد يكون من الخشب، أو قد يكون من أي مادة أخرى تناسب الديكور، ديكور المكان أو ديكور الغرفة. بعد ما انتهينا من الوعاء، بالنسبة للورود يجب أن نقوم بترتيب الورود بشكل جميل داخل الوعاء بشكل متناسق، وحاول أن نوزع الألوان بشكل متساوي، يعني نضعها بحيث أنها تكون في كل الجهات نفس الألوان. أيضا يمكن إضافة بعض الفروع الخضراء أو الأوراق الخضراء لإضفاء المزيد من الحيوية على الباقة. كذلك يمكن إضافة بعض التفاصيل الإضافية على الباقة لتزيينها، مثل إضافة الشرائط أو الأقمشة المزينة لتزيينها. بعد ما ننتهي من تنسيق الباقة، المكان مناسب يجب أن نضعها في مكان مناسب بحيث يمكن للأشخاص مشاهدتها والتمتع بها، ويجب أيضا وضع الباقة في مكان مشمس ومكان منعش، يعني يتخلله هواء، وذلك للمحافظة على جمالها لفترة أطول. بالنهاية بنحب نحكي لكم أنه يمكن إضافة اللمسة الشخصية على الباقة. إذا أعجبكم الفيديو واستفدتوا منه، أرجو دعم القناة والاشتراك بالقناة، وشكرا للمشاهدة.